الأراضي اللي تعطى لإقامة المشاريع الزراعية. خل نمر على لو رايحين احنا المملكة العربية السعودية محل إقامة الوزير، شوف عصي واقف معالي الرئيس، المليون نخلة وين المليون نخلة؟ وين المليون نخلة؟ صارت 100 عصا واقفة معالي الرئيس، بس عصي كذي واقفة ميتة. الأراضي تحولت إلى أماكن عمرانية، يعني المناطق الخطرة بدأت تعدي عليها معالي الرئيس، واحنا نتكلم عن انضمام إلى نظام أساسي لصناعة التمور. وين بنقيم هذه معالي الرئيس؟ على أي أراضي؟ الأراضي اللي تعطى من قبل وزارة البلديات تستخدم استخدامات أخرى، أم للأراضي هذه اللي غير قابلة للزراعة؟ يعني معالي الرئيس، أو الأرض اللي موجودة في السودان ما تم استخدامها الاستخدام الأمثل ليه اليوم؟ ليه هذه اللحظة؟ وإحنا نتكلم عن الأمن الغذائي والانضمام إلى مشاريع أو قوانين يجب أن تنضم لها مملكة البحرين، وهذه عليها التزامات مالية.